استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو على هامش أعمال مجلس الأعمال المصري البيلاروسي الذي يعقد بالعاصمة الإدارية بفندق الماسا كابيتال. وقد اصطحب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضيف مصر الكريم الرئيس البيلاروسي في جولة تفقدية بالعاصمة الإدارية شملت مدينة الفنون والمدينة الرياضية وكنيسة ميلاد السيد المسيح ومجلسي النواب والوزراء. السيد الرئيس ألكسندر لوكاشينكو رئيس جمهورية بيلاروسيا يشرفنا تشريف سيادتكم لنا اليوم في العاصمة الإدارية الجديدة، وهي أكبر المشروعات التي يتم تنفيذها وهو مشروع عملاق. تم التنفيذ للمشروع اعتبارا من مارس 2016 لتكون عاصمة إدارية جديدة تليق باسم مصر ومكانتها. حلم يا فندم روض المصريين وتحدي جديد يثبت أن المصريين قادرين على التحدي وتحقيق المعجزات، والآن الحلم أصبح حقيقة. أستاذن سيادتكم في عرض فيلم تسجيلي معنا العاصمة الإدارية الجديدة. تعتبر المدينة الرياضية هي أول نادي رياضي ينشأ في العاصمة الإدارية الجديدة لخدمة الأحياء السكنية. المدينة الرياضية على مساحة 92 فدان. العناصر الرئيسية للمدينة صالة ألعاب متعددة مغطاة 7500 متفرج، صالة ألعاب قتالية 400 متفرج، مجمع ملاعب مفتوحة 17 ملعب متعدد، صالة ذوي الهمم 400 متفرج، صالة جمباز 400 متفرج، المبنى الاجتماعي، مسرح مكشوف، مجمع حمامات سباحة، مجمع ملاعب اسكواش، مجمع ملاعب تنس، مجمع ملاعب كرة قدم. أي أوامر سيادة؟ كما تفقد السيد الرئيس وضيفه الكريم المعرض المقام بمناسبة انعقاد مجلس الأعمال المصري البيلاروسي بالعاصمة الإدارية بفندق الماسا كابيتال، وذلك بمشاركة الشركات البيلاروسية والمصرية، حيث ضم المعرض بعض إنتاج بيلاروسيا في قطاعات مختلفة، وكذلك عدد من المعدات التي تم إنتاجها في مصر بشكل مشترك بين الجانبين، خاصة في مجالات التكنولوجيا الفائقة والآلات كبيرة الحجم. وقد شهدت العلاقات المصرية البيلاروسية تطوراً على كافة الأصعدة،
وقد أبدأ الرئيس البيلاروسي سعادته مما شاهده من مراحل إتمام الأعمال بالعاصمة الإدارية، متمنياً أن تشهد العلاقات بين البلدين أفاقاً أوسع من التعاون في ظل العلاقات الوثيقة التي تربط قيادة البلدين.